أملنا من خلال هذا المسار أن نمشي إلى جزائر جديدة، جزائر التي نناضل من أجلها من أجل الأجيال، جزائر التي تحرر الحريات وتبني الديمقراطية الحقيقية وتبني دولة القانون وتبني حقوق الإنسان وتحرر الاقتصاد، وأكثر من ذلك نستثمر في التكنولوجيات والرقمية ونستثمر في الطاقات الجديدة، ولا ننسى الاستثمار الحقيقي في الرأس المال البشري بالخصوص الشباب والنساء.